السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بهالسلسلة راح نبدي إن نقرأ بيها الإندوكرينولوجي اللي هي الهرمونات، فسلجة الهرمونات والغدد. إن شاء الله تكون المحاضرات سهلة، ما بيها شيء، مجرد مادة طويلة ما بيها أي شيء معقد، مجرد حفظ، أغلبيتها حفظ، فهم بسيط، ما يراد لأي شيء. على بركة الله نتوكل. هسه الاندوكراين سيستم از ميد اب اوف سيكريتوري تيشوز اللي هي الجلاندز، يعني الغدد اللي راح تفرز الهرمونات، سيكريشنز اللي هي الهرمونات مالتها ار ديسشارج دايركتلي انتو ذا بلاد، يعني يتم صرفها مباشره الى الدم كونها اندوكراين، يعني ما بيها داكت، فالافراز مال هاي الغدد راح يكون مباشر للبلاد. Hormones are chemical substances secreted by the endocrine glands in low concentrations. هاي الشغلة مهمة. الإفراز مال الهرمونز يكون بشغلتين: low concentration يعني تراكيز منخفضة، بس highly effective. صحيح تراكيزه منخفضة بس تأثيراتها تكون كلش قوية، كلش عالية. Without being used as a source of energy. الهرمونات ما توفر طاقة للجسم، وظيفتها هي فقط تعديل، يعني تعديل وظائف الجسم. تشتغل على شنو؟ Tissue and cells، تشتغل على الأنسجة والخلايا. تأثيرها فيسيولوجي. زين. Chemistry of hormones. الهرمونات تتقسم إلى أنواع. شلون احنا هاي الأنواع نعرفها؟ تبعا للمادة اللي استخدمت بتصنيع هذا الهرمون. فعلى هذا التقسيم شو نقسم الهرمونات؟ ستيرويد هرمونز، هاي مصنوعة من ستيرويدات. chemical structures similar or derived from cholesterol. ستيرويد هرمونز المادة مالتها هي الكوليسترول، مثلها مثل ادرينال كورتكس هرمونز، الاوفيريان، تستيكولار هرمونز، هذني الغدد. هرمونات هاي الغدد تعتبر ستيرويد. تايروسين ديرايفد هرمونز، من التايروسين اللي هي الثايرويد هرمونز، هاي بس الثايرويد. ثايرويد يعتبر حالة استثنائية، يعني لذلك نوع خاص يعتبر، لأن ليش؟ مشتق من التايروسين. بروتين أو بيبتايد تايب ريمينينج هرمونز اللي هي مو ستيرويد أو تايروسين، تعتبر بروتين أو بيبتايد هرمونز. شغلة مهمة هاي تاخذوها بالكيمياء بعدين، بس هسه يفضل هسه نفهمها. احنا بالجسم مالتنا عندنا الاكس، يعني الريجن الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار. الاكسترا سيلولار تتميزها كونها، يعني شلون نشرح لكم، يعني منطقة مائية، يعني الماء يكون مو دهون بيها. لذلك ال شو يسمونه البروتين الهرمونز، لذلك عذرا البروتين هرمونز لما تمشي داخل يعني الاكسترا سيلولار فلويد، يعني مو داخل الخلايا، راح تتحرك بحرية. ليش؟ كونها داخل المحتوى المائي، يعني هي مو ستيرويد. احنا نعرف الدهن والمي يتناقضون، ما يعني ما يتوافقون سوا. لذلك الستيرويد هرمونز اذا يمشون بالاكسترا سيلولار فلويد يحتاجون كارير بروتين. هذا كارير بروتين ينقل هنا، يحتاج عم يتحرك الستيرويد هرمونز. بس البروتين هرمونز او البيبتايد ذن يتحركن بحريه داخل الاكسترا سيلولار فلويد. بس لما نجي للخليه، احنا نعرف السيرفس ممبرين مال الخليه هو شنو؟ يعني دهني، نعرف محتوى دهني بيه دهون، وكذلك المحتوى الداخلي مال الخلية. لذلك البيبتايد، احنا ما قلنا بروتين بيبتايد هرمونز تتحرك خارج الخلية بحرية، بس لما توصل للخلية بعد ما تقدر تطب. ليش؟ لأن هي هنا بروتين، يعني هاي صديقة المحتوى المائي، لكن داخل الخلية هو دهني، لذلك ما تقدر تدخل جوا.
لذلك الريسبترز مال البروتين وبيبتايد هرمونز يكون على سطح الخلية على السيرفس ممبرين، ما يكون جوا. وعلى عكس هالستيرويد هرمونز تحتاج كارير بروتين على ما تتحرك خارج الخلية بالإكستراسيرال فلويد. لكن لما توصل الخلية هي ستيرويد هرمونز يعني دهنية، وكذلك السيرفس ممبرين مال الخلية، لذلك تقدر تدخل بكل سهولة إلى داخل الخلية. لذلك الريسبترز مال ستيرويد هرمونز يكونون انترا سيلولار. هاي شغلة مهمة. التايروسين قلنا حالة استثنائية، الريسبترز ما تكون بالنوكليوس بالنواة مال الخلية، هاي تبع لوظيفته. هسه خلصنا من هاي. Synthesis and storage of the hormones، تصنيع وتخزين الهرمونات. Synthesis of peptide and protein hormones is similar to that of all proteins made by other cells. بيش يبدي؟ At the ribosomes of the rough endoplasmic reticulum، الريبوسومات اللي ملتصقة على الرف اللي هي شو يسمونه الخشنة endoplasmic reticulum. The amino acids are polymerized into polypeptide chain called pre-prohormone. اول شيء يتكون لما نريد نصنع الهرمونات هي pre-prohormone بالpolymerization. هاي polymerization. هسه اثناء ما هي بعدها داخل الاندوبلازميك ريتيكولوم راح تتفسخ هذا pre-prohormone، راح يتفسخ او يتكسر الى جزيئات اصغر اسمها البروهرمون. هسه هذا البروهرمون عذرا هذا البروهرمون راح ينقل للإندوبلازميك ريتيكولوم ترانسبورت فيسيكلز تو ذا جولجي أباراتس. هذا راح ينتقل للجولجي أباراتس. احنا نعرف الجولجي أباراتس هو مثل الساع البريد، مثل ما شرحوا لكم بالمرحلة الأولى، هو اللي يعدل ويسوي لها يعني شلون يعني ينظمها ويعدلها على ما تكون جاهزة تنطلق للخلية، تفيد الخلية. We still another section of protein is cleaved. In this way the final active protein اللي هو الهرمون is formed. يعني بالجولجي أباراتس راح يتكون الهرمون الاكتيف اللي نقدر نستعمله. هسه following this step the hormone is packaged into secretory granules and vesicles. This storage is ended when the appropriate signal is received. The endocrine cell resulting in hormones released to the extracellular space by exocytosis. هنا شي يقول هسه ورا ما كوننا الهرمون راح يجي يتخزن packaged into secretory granules and vesicles. هذني الهرمون راح يجي يتخزن بيهن، ينحط بيهن، يظل بيهن لحد ما تجي الإشارة أو التحفيز المناسب appropriate signal اللي راح تقول له يابا اتقلص وافرز لي الهرمون مالتك يحتاج الجسم. شلون ينفرز؟ بالأكزوسيتوسيس بكل بساطة. عذران هسه الكنترول اوف سيكريشن، شلون نتحكم احنا بهذا السيكريشن؟ احنا مو هيك يعني ال شو يسمونه يعني تكون عندنا هرمون قبل الفرزه، لازم شغلات تتحكم به يعني تحافظ على نسب ثابته داخل الجسم. عندنا هواي ميكانيزمز اللي تتحكمنا بالكنترول، ما يعني تتحكمنا بالسيكريشن مال الهرمونز. اهم شيء اهم يعني ميكانيزم اللي هي فيدباك ريجوليشن. الفيدباك ريجوليشن بكل بساطه شنو هي فكرتها؟ المنتج الهرمون المنتج مو راح تزداد نسبته بداخل الجسم او تقل نسبته بداخل الجسم، هذا الهرمون نفسه راح يرجع للغده الفارزه يقول لها يابا ترى تركيزي قليل بالجسم او يابا ترى تركيزي هواي بالجسم. لذلك تبعا لهاي الشغله على حسب الفيدباك، اذا هو كان نيجاتيف او بوزيتيف راح يزداد او يقل انتاج الهرمون من قبل هاي الغده بالفيدباك ريجوليشن. بنوعين، البوزيتيف فيدباك ريجوليشن شنو هو؟ انه الهرمون راح يحفز الغده انه تفرز، راح يحفزها. نيجاتيف فيدباك بالعكس راح يضبطها، راح اقول لها كافي بعد فرزين يعني يبطلها. هسه نجي على الهرمون ريسبترز. الهرمون لما يجي للخليه اكو لها ريسبترات راح تستقبلها، انتم ماخذيها بالمرحله الاولى، اكو لها ريسبترات راح تستقبلها هي تتعرف عليها. The biological effects of hormones are dependent upon
هرمونال بايندينج تو تيشو ريسبتورز، يعني البيولوجيكال افكت اوف ذا هرمونز. على شنو يعتمد تاثير البيولوجي؟ على الهرمونال بايندينج تو ذا تيشو ريسبتور، الارتباط مع الهرمون للريسبتور مال تيشو او هي مال سيل. هسه هذا الريسبتور، الريسبتورات لازم بيها ميزات مال الهرمونات، لازم عند ريسبتورات الهرمونات بيها ميزات. شنو هالميزات؟ اولا made up of high molecular weight proteins or glycoprotein. لازم اول شيء لازم تصنع من بروتينات وزنها الجزيئي يكون عالي، او يعني من تصنع من glycoprotein located in different sites of the cell. مثل ما شرحنا لما قلنا هرمونات الستيرويدز وهرمونات البروتين او البيبتايد على السيل ميمبرين. شنو على السيل ميمبرين؟ قلنا الستيرويدز، عذرا البيبتايد او ايش يسمونه او البروتين. ليش؟ لان السيل سيرفس ميمبرين مال السيل يكون يعني دهني، واحنا عندنا هنا البروتين او البيبتايد، فما راح يتوافقون، فلازم يكون على السيل ميمبرين. مثلها مثل الكاتيكولامينز، هاي مجموعه من الهرمونات، والانسولين اكتيف جي بروتين وتيروسين كايناز ريسبتور ريسبكتيفلي. بالسيتوبلازم جلوكوكورتيكويدز، مينيرالوكورتيكويدز، اندروجين، استروجين، بروجستيرون. هذني الثلاثه سكس ستيرويدز، هذني بالريبرودكشن يعني بالسكس هرمونز. هذني ان ذا نوكليوس قلنا الثايرويد، يعني يعتمد على وظيفته. هسه قلنا شغلتين يعني لازم يتميز بيها الريسبتر، اول شيء هاي مولكيولر ويت بروتينز، ولازم يكون موقع اماكن مختلفه بالخليه اعتمادا على نوع الهرمون. سبيسيفيك فور ذا هرمون تايب، يكون مخصص بس للهرمون معين، مو اي هرمون يجي يفعله، لازم يكون مخصص بس الهرمون يعني مالته. هاي سبيسيفيك. ديفرنس ان نمبر اند افينيتي، يختلف في العدد الافينيتي. الافينيتي تماضيها بالمرحله الاولى، الميول يعني الميول مال هذا الريسبتور لهذا للهرمون. كل ما يكون ميوله اعلى كل ما يكون يعني التفاعل وياه اكثر. هسه depending on the hormonal effective level such as decrease in number and affinity if the hormone level is high. Down regulation، هاي upper regulation و down regulation. عذران هسه نكمل الميكانيزم اوف اكشن. عذران ميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز، آلية عمل الهرمونات. الهرمونات لما تجي للخلية ايش راح تأثر، ايش راح تسوي بهاي الخلية، واحدة من هذين الشغلات. اما change in membrane permeability يعني النفوذية مال surface membrane مال الخلية by opening or closing ionic channels as in catecholamines. هاي الكاتيكولامينز تسوي هيجي change in membrane permeability. Activation of gene formation by the hormone receptor complex which may act on the DNA. يعني تأثير الثاني تأثر على الدي ان اي، تجي على الدي ان اي تأثر على، مثلها مثل الثايرويد. احنا مو قلنا الثايرويد شغله داخل النوكليوس، وايضا ستيرويد هرمونز، او على الار ان اي مثل الانسولين جروث هرمونز. To form mRNA which is in turn produce new protein that gives physiological effect. ثالثا activation of the intracellular enzymes، يفعل enzymes داخل الخلية that initiate a series of events through the formation of second messenger. يفعل الانزيم، هذا الانزيم راح يبدي سلسلة من التفاعلات اللي بالنهاية راح تكون لنا second messenger. Second messenger فكرته انه يعني مثل يجي شيء فعله عاد هو يجي يكمل شغله، يكمل شغل ذاك الشيء الاولاني داخل الخليه. مثلها مثل سايكليك ام بي، سايكليك جي ام بي، كالسيوم ايونز، اي بي 3، دي اي جي، جي بروتين. هسه نبدي باول جلاند الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند
شغلها وظائفها أول شيء maintains the level of metabolism in the tissue that is optimal for the normal function. يحافظ على ال level مال metabolism داخل التيشو. وهاي السر راح تلاحظون بالأمراض مال الثايرويد بالهايبر وهايبوثايرويدزم راح يأثر على الميتابوليك ريت بشكل كبير. الثايرويد هرمونز ستيمولايت ذي او 2 كونسومشن. هاي الشغلة الثانية مال الثايرويد هرمون ستيمولايت او 2 كونسومشن اوف موست اوف ذا سيلز اوف ذا بودي ان ان ريجوليشن اوف ليبيد ان كربوهيدرات ميتابوليزم. الشغلة الثالثة يعدل على الكربوهيدرات والدهون الميتابوليزم مالتهن يعني يعلي او ينصي حسب الحاجة يعني حسب استيميليشن مالته. necessary ايضا for normal growth and maturation ضروري ايضا بالنمو والش يسمونه الكبر يعني يكمل maturation مال different body. As it's not essential for life. هاي الشغلة مهمة وهاي تجي MCQ. It's not essential for life but in its absence there is poor resistance to cold, mental and physical slowing with mental retardation. ايش دا يقول الثايرويد هرمون اذا استأصلناه ثايرويدكتومي يعني شلناها الغدة الدرقية الإنسان ما رح يموت. هذا لما يعني ده يقصد لما يقول not essential for life. لكن في غياب الغدة الدرقية thyroid gland إيش رح يأثر على الجسم؟ أول شيء poor resistance to cold, mental and physical slowing with mental retardation. يعني هسه شنو استيعاب راح يكون قليل mental retardation راح يكون مختل عقليا والتقزم dwarfism in children لان واحدة من وظائف اللي يسمونه الثايرويد هي شنو هي normal growth and maturation. اذا ما عندنا الثايرويد هذا ما راح يصير به خلل وراح ينتج لنا بالdwarfism in children. in adults the gland contains two lateral lobes. هاي تشريح هذا isthmus which lies in the level of second to third tracheal rings. موقع مالته هذا مهم second to third tracheal ring. تراكيا بها حلقات غضروفيه هاي تفيدنا بالتشريح نحدد بها اماكن الاعضاء المختلفه بالعنق من ضمنها الثايرويد وين موقعها بين الحلقه الثانيه والثالثه مال تراكيا. ات هذه هاي الشغله ايضا جدا مهمه تجي ام سي كيو مقارنة بمساحتها السطحية الغدة الدرقية الثايرويد جلاند has the highest rate of blood flow per gram of tissue of any organ in the body. يعني مقارنة بين نسبة تدفق الدم وأيضا مقارنة بالغرام مال النسيج الغدة الدرقية راح يعني الغرام الواحد منها راح يحصل أكثر نسبة تدفق دم من بين كل الأعضاء مال الجسم. هاي جدا مهمة. The gland is made up of multiple acini follicles. هذه histology. Each of it is surrounded by a single layer of columnar cells containing potentious material called the colloid. Colloid هاي تستخدم للتخزين. Formation and secretion of the thyroid hormones. الهرمونات هسه الثايرويد هرمون شو راح تتكون principal hormones secreted by the thyroid are thyroxine تترا اللي هي تترا ايودو ثايرونين او T4 او تراي ايودو ثايرونين اللي هي T3 T4 و T3 هذني هن خلاصة الغدة الدرقية هذني اهم اثنين ينفرزن من الغدة الدرقية هن هذني يعني مثلا وظيفتها الكلها عندك بعدين ريفيرس تي 3 والباقيات ذني مو ما تبقى ذني الاثنين هاي وهاي تي 3 شغلة مهمة is 3 to 5 times more potent than T4
نشط. التي 3 هو اللي يكون بحالته، يعني التي 3 هو يمثل الصورة النشطة للغدة الدرقية. تي 4 is regarded as the inert hormone metabolically. عذران. Inert hormone metabolically. إذن as T3 3 to 5 times more as potent as T4. يعني يكون نشط أكثر. T4 يعتبر خامل، ما يؤدي وظيفة. T4 أغلبيته يتحول إلى T3. عاد T3 هو اللي يصير نشط، اللي يعني يكون نشط. It's converted to T3. أباعه. Most of T4 is converted to T3 and reverse T3. هذا reverse T3 هذا نستفاد منه بالتشخيص، تشخيص الأمراض. منها مثل السكيو ثايرويد، بعدين تأخذوه بالكيمياء. هذا reverse T3 يكون inactive. انت شو؟ T4 is considered as the major precursor of T3. T3 80% منه يجي من T4. 20% يصنع بشكل مباشر من الغدة الدرقية. يعني هسه احنا شنو الغدة الدرقية مالتنا؟ تصنع تي 4. تي 4 عاد يفقد ذرة مال الايودين يتحول يصير تي 3. فهمتوا؟ يعني يعني تترا ايودو ثايرونين او تي 4 يفقد ذرة مال اليود يصير ترا ايودو ثايرونين. نسبة قليلة من التي 3 تصنع بشكل مباشر من الغدة الدرقية. T4 has the major role in feedback mechanism of the thyroid hormones to inhibit the anterior pituitary TSH thyroid stimulating hormone secretion. TSH هذا يقصد به thyroid stim hormone. هذا وين ينفرز من الغدة النخامية أو البيتيوتري. هاي صار بالدماغ. بس لحظة. تمام. T4 هو شنو؟ major role in feedback mechanism. الفيدباك ميكانيزم اللي هي قلنا الهرمون يرجع للغدة اما يحفزها او يثبطها. T4 هو اللي له الدور الرئيسي بهالشغلة مع الفيدباك ميكانيزم اكثر من T3. تمام. هسه الثايروغلوبولين is a glycoprotein made up of two subunits with the 140 tyrosine residue. It's synthesized in the thyroid cells and secreted in the colloid by exocytosis of granules that also contain thyroid peroxidase. Thyroid hormones remain bound to thyroglobulin until secreted. Thyroglobulin هذا أهميته أثناء تصنيع الثايرويد هرمونز. يصنع داخل الغدة الدرقية. هسه الثايرويد سيلز لها ثلاث وظائف. أول شيء يجمع وينقل الأيودين. الأيودين هو هذا كلش مهم، كلش مهم تصنيع الغدة الدرقية اللي هي T3 و T4. بدونه ما تتصنع. وهذا يتحصل أثناء يعني شلون من مصادر خارجية، من الماء أكثر شيء. Synthesize and secret thyroglobulin into the colloid. هذا thyroglobulin. They remove the thyroid hormones from the thyroglobulin and secrete it in the circulation. مصنع thyroid cells صنع thyroglobulin، صنعت الغدد الثايرويد اللي هي T3 و T4، هذني بعد اللازقات بالثيروغلوبولين. Thyroid cells يجي يفصلنهن من الثيروغلوبولين ويطرحنهن بالcirculation بالمجرى مال الدم. هسه synthesis مال thyroid hormones. عندنا الايودين اهم شيء تصنيع الهرمونات مال الثايرويد. is a raw material essential يعني رئيسي for thyroid hormone synthesis. كلش مهم. ingested iodine is converted to iodide. يعني الايودين اللي نحصله احنا من يعني من الغذاء من مصادر خارجيه يجي يتحول للايون الايودايد، يتم امتصاصه من الجي اي تي. The thyroid concentrates iodide by actively transporting it from the circulation to the colloid.
the thyroid concentrates iodide, يعني يركز الايودايد شلون ينقله من circulation للكولايد. الكولايد هذا داخل الثايرويد. named iodide trapping mechanism, يعني ميكانيزم او آلية او ميكانيكية حبس الايودايد, او ايودايد بامب, مضخة اليود. هسه iodide transport is an active transport, يعني يحتاج طاقة. بشنو يعني بواسطة شنو؟ ال NaI sodium iodide co-transporter يساعد شنو؟ sodium potassium ATPase and thyroid stimulating hormone. يعني هذين ثلاث شغلات, بس لحظة, ثلاث شغلات يساعدن بالترانسبورت مال ايودايد. sodium iodide co-transporter, sodium potassium ATPase, thyroid stimulating hormone. ذني للشغلات مهمة. نكمل. iodide pump, حذران, حذران على المقاطعة. نكمل. iodide pump can be inhibited by هسه الآلية مال اللي راح توقفنا الايودايد بامب, انه يعني شلون هاي الثايرويد تقول لنا حصلت كفايتها من الايودايد او اليود, بعد ما تحتاج. ف شلون نوقف احنا, نجيب يعني البامب, نوقف البامب مال الايودايد بواسطه ثيوسيانيت بريكلوريت انيونز اند هاي ليفل اوف ايودايد. هاي نفس الفيدباك ميكانيزم, تركيز عالي من الايودايد راح يرجع للبامب يوقفه. iodide pump is highly expressed in the thyroid gland but it's also expressed الايودايد بامب مو بس بالغدة الدرقية موجود, الى اماكن لخ يتواجد بيها الثايرويد, بس بنسب اقل. وين؟ بلاسينتا المشيمة, salivary gland الغدة اللعابية, and actively lactating breast يعني الصدر اللي جاي ينتج حليب, يعني الأمهات اللي حديثات الولادة. Thyroid hormones synthesis can be summarized by the following. هسه بالخطوات, نجي على الخطوات مال تصنيع الثايرويد. أول شيء inorganic iodide active uptake occurs from the blood into follicular cells trapping, هي نفس الحبس أو التجميع مال الايودايد. via sodium iodide co-transporter. نيجي هسه أول شيء حصلنا الأيودايد. thyroid follicular cells synthesize and store thyroglobulin. thyroid follicular cells. إحنا مو هناك هسه قلنا الثيروغلوبولين هذا شغلته يساعدنا بالتصنيع, هنا أجا دوره. store thyroglobulin TG and glycoprotein. glycoprotein with tyrosine residue, high kimia. Thyroglobulin enters the colloid via exocytosis, high مو مهمة. chloride iodide co-transporter اللي هو نفس البندرين allows iodide to enter the colloid. هسا احنا جبنا الايودايد من السيركوليشن للفوليكولار سيلز, مدران اي للفوليكولار سيلز. عاد هسه هذا مو قبل يدخل عندنا الكلورايد ايودايد كو ترانسبورتر, هذا اللي راح يسمح للايودايد انه يدخل للكولايد. ثايرويد بيروكسيدايز ذا انزيم ات ذا انر سيرفيس اوف ذا فوليكل اوكسيدايز ايودايد تو ايودين. عندنا الثايرويد بيروكسيدايز راح يسوي اوكسيديشن للايودايد, يحوله الايودين اللي هي الاي 2. As it moves through the membrane into the colloid, the secreted thyroid peroxidase and the colloid facilitate the recombination of TG iodine conversion into the amino acid tyrosine surface TG to form mono iodo tyrosine and diiodo tyrosine. هنا أنا إيش أقول؟ الثيرويد بيروكسيدايز المفروز بالكولويد راح
يحفز الأورغانيفيكيشن مال تيجي اللي هو شنو ثيروغلوبولين. هذا الثيروغلوبولين لما يصير الأورغانيفيكيشن راح يتحول لنا إلى مونو أيودو تيروسين، هذا الـ MIT والداي أيودو تيروسين. هذين الاثنين هذين الخلاصة مع التصنيع. لما نريد نصنع T3 راح نجيب مونو، وشنو مونو؟ من واحد، يعني بذرة يود وحدة، داي بذرتين يود. لما نريد نسوي T3 شو نسوي؟ نجيب هاي ونجيب هاي نمزجهن طلع عنا T3. T4 شلون يصنع؟ نجيب اثنين مال داي ايدو تيروسين نخليهن سوا يطانا T4، هذه بيها اثنين يود، نجيب منها اثنين صارت اربع يود تراي ايودا تيروسين. وصلت الفكرة؟ هسه MIT and DIT conjugate، يعني يلتحمون يكون لنا T3 and reverse T3. قلنا reverse T3 inactive، وظيفته بس بالتشخيص. T4 forms from two DIT residues. هسه hormones are endocytosed back into the follicular cells to await release. ورا ما كملنا بالتصنيع مالتهن راح يرجع امتصاصهن للفوليكولار سيلز، هناك يتخزنن لحد ما يحتاجهن الجسم، يجين التحفيز المناسب عاد ينطرحن. هسه ايودينيتد تيروسين كونتينينج ا فيزيكال از جوينت باي لايزوزومز ويتش هايدرولايز ذا بيبتايد هرمونز تو ثيروغلوبولين تو ريليس T4 اند T3 انتو ذا انتراسيلولار سبيس ويتش ار ذن ريليس انتو ذا بلود ستريم. هنا نجد يقول ايودينايز تيروسين اللي يعني الفيزيكلز اللي تحتوي على التيروسين البيليود كونتينينج فيزيكلز، راح يجيها اللايزوزوم راح يسوي هيدروليزيشن، يعني مثل يحلل بيبتايد بونز مع الثيروغلوبولين، بالتالي يعني راح يكسر الجدار مالتها، راح يطلق لنا T4 وT3 بالانتراسيلولار سبيس. بعدين هاي من الانتراسيلولار سبيس راح تنطرح للبلاد ستريم. يقول المتبقي التيروسين يعني البيليود المتبقي داخل الفوليكل راح يسوي ريسايكل، يعني مثل اعاده تدوير. ليش؟ عم نجيب من الايودايد والتيروسين بها انزيم دو ايودينيز. النورمال هيومن ثايرويد افريج ديستريبيوشن اوف ايودينيز كومبوندز از التوزيع هذا مال المركبات الاساسيه مال تشين العناصر 23% ام اي تي، 33% دي اي تي، 35% تي 4، 7% تي 3 وريفرس تي 3، يعني شيء اثر طفيف منه ما ينحسب. هسه مميزات تي 4 هاي اركز لكم عليها، مهم جدا هذا T4. أول شيء less potent than T3، يعني خامل، يكون نشاطه أكثر من T3 أو حتى بارز، يعني أقل. Inert metabolically، يعني خامل غير نشط. هنا less potent يعني معناها شلون نقول ظهوره أقل. Mostly converted to T3 and reverse T3. أكثرية T4 يصير له conversion يتحول الى T3 او reverse T3 inactive. انت شو T4 is the major precursor of T3. T4 هو المولد الرئيسي او العنصر الرئيسي اللي يكون لنا T3. T4 has the major role in feedback mechanism. احنا قلنا T4 هو الرئيسي بالفيدباك ميكانيزم، اللي يعني اللي يرجع للغدة يقول لها اكتفينا هالميكانيزم. هسه ترانسبورت ان ميتابوليزم الثايرويد هرمونز، يعني بكل بساطه هسه احنا ثلاث ميكانيزمز، يعني الكاريرز، احنا نقول كارير بروتينز ينقلن الثايرويد هرمونز. ثلاثه هن الالبومين، التي بي بي اي او ثايروكسين بايندينج بري البومين، هذا مو مهم بقد ما عندنا الثايروكسين بايندينج جلوبولين، هذا ام واحد بيهن، هذا كلش مهم. ميزتهن
هذا شنو هذا؟ low storage وزائد high affinity، يعني شنو؟ مساحة التخزين اللي يعني ايش قد استيعابه، ايش قد يقدر يستوعب من الثايرويد هرمونز قليلة، لكن الميول مالته للثايرويد هرمونز يكون عالي. مساحته قليلة لكن ميول عالي. الألبومين بالعكس، عكس هذا، يعني ستورج عالي لكن افينيتي قليلة، يعني ما عنده ميول للثايرويد هرمونز. نكمل. The total normal plasma T4 level is 8 microgram. هاي يعني التركيز مالتهن. T4 عندك 8 microgram per deciliter. T3 0.15 microgram per deciliter. The free circulating level of T3 and T4 are much less than total levels. هاي مهمة. هاي بس خليها بغير لون. هاي مهمة. نرجع لهذا. ليش؟ ايش دا يقول لنا؟ دا يقول circulating levels مال T3 و T4. T4 يعني المستويات مال الهرمونات الحرة اللي ما مرتبطة بكارير بروتين اقل بكثير من اللي مرتبطة بروتين ببروتين. تقريبا 99% من الهرمون الثايرويد هرمونز تكون مرتبطة ببروتين، 1% فقط اللي هو الحر اللي هو يعني نشط، اللي مرتبطات ببروتين يكون غير نشطات، مجرد جاي نقلا ما يدن وظيفتهن، اللي ينفصل منه يلا يبدي نشاطهن. قلنا هنا البومين has the largest capacity but low affinity to T4. Physical condition most circulating T4 is bound to TBG thyroxine binding globulin. ليش عندنا low capacity but high affinity؟ هسه نكمل. هنا ندى يقول ال TBG يشيل أغلبية T4 رغم low storage بس عنده high affinity، لذلك يشيل أغلبية T4 majority of T4. Free thyroid hormones in plasma are in equilibrium with the protein bound thyroid hormones. الثايرويد هرمونز اللي تكون بحالة حرة ما مرتبطة بكارير بروتين تكون بتوازن equilibrium توازن with thyroid hormones اللي مرتبطة بالكارير بروتين. هذا الequilibrium التوازن هو اللي حصل لنا الهوميوستاسيس الثبات داخل الجسم. بيش تهمنا هاي الشغلة؟ عندنا هسه بالهيباتيك فيليار تي بي جي ليفلز يعني الثايرويد ثايروكسين بايندينج جلوبولين يكون ناصي. ايش راح يؤدي لنا اذا التي بي جي اللي هو الكارير بروتين يكون ناصي؟ ايش راح يؤدي لنا؟ راح الثايرويد الحر اللي ما مرتبط بالكارير بروتين راح يكون عالي. ليش؟ احنا اللي عندنا تي بي جي ناصي. بالحمل هاي حالة فيزيولوجيكال مو باثولوجيكال، تي بي جي راح يزداد، راح يدينا الى قلة بالفري ثايرويد هرمون ليفلز تي 4 و تي 3، راح يزداد الكارير بروتين لذلك الهرمونات الحرة راح تقل. هسه when thyroxine binding protein levels increase in the plasma عندك فري تي 3 و تي 4 ليفلز، اذا اثنيناتهم قلوا the rate of T3 and T4 entry to tissue is decreased. يعني في حالة إذا T3 و T4 قل نسبة دخول T3 و T4 للأنسجة راح يقل. زين. Low free hormones stimulate TSH. Consequently, TSH release from the pituitary gland is increased. إذا قلنا احنا low free hormones يعني الهرمونات الحرة اذا قليلة هاي بالفيدباك ميكانيزم راح تحفز لنا thyroid stimulating hormone، هذا من البيتوتري. TSH release from the pituitary gland is increased، راح يزداد على مود يحفز لنا الغدة الدرقية على مود تفرز لنا T3 T4. باعوا
بس على مود بشكل سريع نشرح لكم الترتيب مال الغدد. عندنا اعلى شيء اول شيء من يبدي التحفيز من الهايبوثالاموس، هاي غدة بالدماغ HT، بس اصغر الحجم امسحها HT. هذا شو ينتج لنا TRH، هذا راح يروح للبيتوتري الانتيرير بيتوتري، يحفزه هذا الثايرويد ريزيلينج هرمون راح يروح للانتيرير بيتوتري. شنو هو شو يسوي؟ يحفزها هاي بالتالي هسه الانتيرير بي راح تنتج لنا راح تنتج لنا ثايرويد TSH ثايرويد ستيمولاتينج هرمون. هذا TSH بالتالي همين راح يروح على اللي هي الغده نفسها الثايرويد جلاند ثايرويد، هاي راح تنتج لنا T3 و T4. إذن هسه تبدي بالهايبوثالاموس، بعدين هذا الهايبوثالاموس راح تعطينا TRH ثايرويد ريليزينج هرمون، هذا راح يروح على انتيرير بيتوتري، انتيرير بيتوتري راح تعطينا TSH، هذا TSH هو راح يشتغل على الغدة. إذا تفهمون هاي السلسلة، فنجي ال increase from free T3 and T4 back to normal level your thyroid. هسا regulation مال thyroid hormone secretion، شنو العوامل اللي راح تنظم thyroid hormone secretion؟ primarily by variation in the circulating levels of pituitary thyroid stimulating hormone TSH، هو ذا العامل الرئيسي اللي راح او الثيروتروبين نفس الاسم نفس المصطلح شو يسمونه، هذا العامل الرئيسي راح يتحكمون بنسبة الثايرويد بالجسم. TSH secretion is stimulated by the hypothalamic hormone called TRH thyrotropic releasing hormone، مقلنا TRH TSH T3 T4 بهالسلسلة. TSH stimulates the thyroid gland to secrete T3 and T4. The increased T3 and T4 inhibits mainly the anterior pituitary secretion. هاي الفيدباك ريجوليشن. هسه T3 متحفزت وزادت هي T3 و T4 زادت نسبتها بالجسم من ناتج التحفيز اللي جاها. عاد هاي هسه مو زادت بالفيدباك ميكانيزم راح ترجع للبيتوتري راح تقلله. راح تقلل سكريشن مال بيتوتري TSH. بالتالي اذا احنا ما عدنا TSH، اذا ثبت TSH عاد الثايرويد ما راح يجيها محفز على مود يقول لها يا بسوي لنا T3 T4، لذلك راح يقل نسبته بالجسم. هي هاي فكرة الفيدباك. and to much less extent the hypothalamus by direct negative feedback. مرات T3 T4 بالفيدباك ميكانيزم ما يروح على الانتيريور بيتوتري، قبل راح يروح على الهايبوثالاموس. بالتالي الانتيريور بيتوتري راح يصير لنا انهبيشن، وبالتالي T3 T4 بالثايرويد راح يصير لنا انهبيشن بتنفرز. In addition thyroid hormones also increase somatostatin which further decreases TSH. ثم somatostatin وحده من وظائفه يقلل لنا TSH from the anterior pituitary cells. Thyrotropes. The feedback inhibitory effect of T4 is enhanced by the production of T3 in the cytoplasm of the pituitary cells. عندنا عامل لغة تأثر stress قلق inhibits TSH secretion and the experimental animals it's increased by cold and decreased by warmth. هاي جربوها بس بالحيوانات يعني بالمختبرات، شافوا انه البرودة راح تزيد من الافراز مالته والدفء راح يقلل من الافراز مالته T3 و T4. زين when the pituitary is removed thyroid function is depressed and the gland atrophied. لما شالوا الغدة اللي بالدماغ البيتوتري لذلك يعني معناها ما راح ينتج لنا ال TSH اللي هو اللي يحفز لنا الثايرويد على مود تنتج T3 و T4. شافوا
انه الفانكشن مال الثايرويد راح يعني يقل يعني منطقيا، والجلاندز اتروفيد يعني قل حجمها. When TSH is administered, thyroid function is stimulating, causing increase in iodide binding, increased synthesis of T3 and T4. شالوا الغدة، هي مو شالوا الغدة صحيح، هسه ما راح تفرز لنا TSH، لكن عوضوا، اعطوا ادويه يعني اعطوا TSH بشكل دواء، عوضوا عن البيتوتري الشايليها، عاد حفز T3 T4 رجع شغلها عادي. التأثيرات مع الثايرويد هرمونز على شنو تأثر؟ اولا كالوريجينيك اف اكشن، انكريس ان اوتو كونسبشن، احنا ممكن يأثر يتحكم بالاوتو كونسبشن مع تقريبا كل الجسم، of almost all tissue with increase of basal metabolic rate. metabolic rate رح يزيدها كل ما زاد، لما يزداد الاوتو كونسبشن منطقيا معناها الميتابوليك ريت عالي، ليش يعني لو ما هي كان ما احتاجها. اكسبت هذه ما اقدر، لو هسه منها الباكر احكي ما اقدر اكتفي ان اقول لكم هاي قد مهمه. الاستثناءات هاي الثايرويد ياثر على كل الجسم، ياثر على الاوتو كونسبشن مال كل الجسم ما عدا ذن المناطق، البرين، الريتنا، يوترس، غونادز، ليمف نودز، سبلين، لانكس. البرين منطقيا البرين يعني يكون اهم عضو بالجسم، لذلك لازم ما يتقاطع يعني بشي على مود يحتاج عم يحصل مادة الاوتو، لان اذا انقطع الاوتو لسواء اقصر فترة راح يأثر بشكل يعني irreversible، بشكل لا يمكن يعني إرجاعه، يسبب ضرر للدماغ، لذلك البرين يحصل الأكسجين مالته بشكل مباشر بدون أي وسيط. الريتنا هاي بالعين، اليوترس الرحم هاي من الهرمونات يحصلها، غونادز، الليمف نودز، سبلين الطحال، واللونكس. نرجع هسه، the resulting increase in heat production underlies the role of thyroid hormone in temperature regulation. من الوظائف اللي خمس ثايرويد هي يتحكم بدرجة حرارة الجسم، وهي تلاحظوها بجماعة الهايبر والهايبوثايرويدزم. التأثير الثاني على nervous system، cerebral blood flow of auto consumption and glucose are not affected by thyroid hormones. But some of the thyroid effects in the brain is due to increased responsiveness to catecholamines. Catecholamines. هل catecholamines؟ عذرا على المقاطعة. الcatecholamines هي شنية؟ الإبينفرين والنور إبينفرين. اللي هي الأدرينالين. الثايرويد راح يزيد من يعني من كمية استجابة الأعضاء للكاتيكولامينز، يعني الأعضاء راح تتأثر بشكل أكبر بالكاتيكولامينز بكل بساطة. increase in activation of the reticular activating system، هاي بعدين تأخذوها. effect of on CVS راح يأثر على cardiovascular system، شي يسوي increase in number and affinity of beta adrenergic receptors. اكو بيتا ادرينرجيك ريسبتورز واكو الفا، اكو حتى 2 1. ذني كلهن حسب يعني موقعهن، اكو اعضاء بهن بيتا، اكو اعضاء بهن الفا، اكو اعضاء بهن 1 و 2. البيتا ادرينرجيك ريسبتورز ان كونسيكوينتلي انكريز ان ذير سنسيفيتي تو ذا اينوتروفيك اند كرونوتروفيك افكتس. عيني الاينوتروفيك والكرونوتروفيك بكل بساطه شنو؟ اي شيء اينوتروفيك يزيد من الهارت ريت، كرونوتروبيك اي شيء يقلل الهارت ريت. هسه نكمل. of the catecholamines of the heart thus increasing heart rate, myocardial contractility, cardiac output, blood flow. يزيد نسبة دقاتك عدد دقات قلب الدقيقة، myocardial contractility يعني نسبة تقلص العضلات القلبية،
كاردياك اوتبوت، نسمية كمية الدم اللي يضخ القلب بالدقيقة الواحدة، بط فلو. ديركريس سكريشن تايم. هسه تأثير الرابع على الميتابوليزم. شي يسوي بالميتابوليزم؟ increase in protein anabolism. نخليها بالأحمر، مهمات ذني. تمام. increase in protein anabolism. anabolism يعني بناء، يزيد نسبة بناء البروتين. and catabolism with a net result of protein catabolism. عذرا بس هنا غلطت، يزيد البروتين anabolism بنفس الوقت الكاتابوليزم، لكن الصافي الكاتابوليزم هو الفائز، يعني يسوي انابوليزم او كاتابوليزم لكن الكاتابوليزم بنسبه اكبر، لذلك الصافي مالته يكون كاتابوليزم يعني تدمير البروتين. With consequent increase of N2 excretion النيتروجين. increase in fat catabolism يعني من تحطيم الدهون. They decrease the circulating level of cholesterol, phospholipids, and triglycerides. Then يكون ثلاثة الدهون. Decrease the levels of low density lipoprotein اللي هي LDL. يقللها بنسبة، يقلل نسبتها بالجسم. T3 and T4 increase absorption of glucose by the GIT. يزيد نسبة امتصاص الجلوكوز بالGIT. Stimulate glucose uptake by the cells. يعني يزيد نسبة امتصاص الخلايا للجلوكوز. Increase glycolysis and gluconeogenesis. Excess of thyroid hormones gives diabetogenic curve of the oral glucose tolerance test. هذا تيست بعدين تأخذونه. تأثيرات أخرى مثل على الجروث النمو. هسه احنا التأثيرات الأخرى ايش تشمل؟ على النمو، التنفس، على الغدد الأخرى الصماء، يعني يأثر على الغدد الأخرى، وعلى السكشوال فانكشن. عن النمو قلنا الثيرويد مهم جدا للنمو، وسكيلتال ماتوريشن because they potentiate the effect of the growth hormone. يعني مثل شلون نقول ينظم مكان عمل الجروث هرمون، هرمون النمو. and somatomedins on the bone formation. In the absence of T4, the growth hormone secretion is delayed. يعني يصير تأخير بالsecretion مال growth hormone. هاي بغياب T4. تمام. على التنفس increase in rate and depth of respiration and increase O2 desiccation from the hemoglobin by increase 2-3 dpg. هاي بالphysiology مال respiration تفهمون هاي النقطة كل الزين. يزيد نسبة والعمق مع التنفس، هاي بشكل رئيسي يعني بشكل مبدئي، ويزيد الأوتو ديسيكيشن فروم ذا هيموجلوبين، هاي بعدين تفهموها لما تاخذون الفيسيولوجي مال ريسبيريشن. اون ذا اذر اندوكراين جلاندز انكريس انسولين سيكريشن، معناها شنو؟ على البنكرياس. اندايركتلي دو تو انكريس جلوكوز ابزوربشن. احنا مو احنا قلنا واحده من وظائفه بالميتابوليك يزيد الجلوكوز ابسوربشن، جلوكوز ابسوربشن يعني بالخلايا، الخلايا راح تمتص جلوكوز اكثر، معناها الجلوكوز راح يقل تركيزه بمجرى الدم، لذلك شلون يعوض عن هالشغله؟ يحفز الانسولين سيكريشن. زين على السكشوال فانكشن انكريس ميلك سيكريشن، يزيد افراز الحليب. Thyroid hormones do not stimulate metabolism of the uterus but are essential for normal menstrual cycles. مهم بالmenstrual cycles عمد تتم بشكل طبيعي. And fertility الخصوبة. هسه hypothyroidism causes loss of libido in male with menorrhagia in female. Clinical applications. هسه هسه الحالات المرضية مع الثايرويد اللي هي شنو؟ الهايبوثايرويدزم والهايبرثايرويدزم. عندنا بالهايبو والهايبرثايرويدزم شغلتين، إن يعني نوعين من المرض، شلون نقسمه؟ برايمري وسيكندري. شو وقت نسمي برايمري هايبوثايرويدزم او هايبرثايرويدزم؟ شو وقت نسمي سيكندري هايبوثايرويدزم او هايبرثايرويدزم؟ نسميه برايمري
إذا كان الصوج بالغدة نفسها اللي هي الثايرويد، إذا كان الصوج بالغدة نفسها الثايرويد نسميه primary hypothyroidism. لكن إذا كان الخلل بالبيتيوتري أو الهايبوثالاماس نسميه secondary. معناها مو إحنا مو سبب قلة الهايبوثايرويدزم شنو هي؟ قلة التي 3 وتي 4 بالسيركوليشن. معناها مو سبب قلة التي 3 وتي 4 هي بالثايرويد، سببها إنه البيتيوتري أو الهايبوثالاماس ما يفرزن هرمونات اللي يحفزن الثايرويد على مود يزداد التي 3 وتي 4 بالسيركوليشن، لذلك نسميه سيكندري ثانوي. نسميه شنو؟ بيتيوتري هايبوثايرويدزم أو هايبوثالاميك هايبوثايرويدزم، حسب صوت شنو الهايبوثالاماس أو البيتيوتري. In the latter two conditions, unlike the first, thyroid response to a test dose of TSH of TRH. ذني شلون نعرف إذا صوت من ذني؟ بكل بساطة إحنا سهنا مو مشكلتنا بالسكندري إنه بيتيوتري والهايبوثالاماس ماذا يفرزن TSH و TRH. بكل بساطة نعطي دوز يعني جرعة يعني من الدواء مال تي 3 عذرا مال تي اس اتش وتي ار اتش، اذا استجاب لها معناها الصوت بيهن، اذا ما استجاب معناها الصوت مو منهن، الصوت من الثايرويد اللي هو البرايمري. لو سلو منتيشن اند انكريز سي اس اف بروتين ليفلز، وايل هاي الاعراض مالتها سلو منتيشن يعني استجابتها تكون بطيئه، انكريز سي اس اف بروتين ليفلز نسبه البروتينات، احنا مو قلنا وظيفة الثايرويد هي بروتين كاتابوليزم، إذا الثايرويد راح يتوقف سكريشن مات، إذا البروتين ما راح يصير له كاتابوليزم، راح يزداد نسبته بالدم. كاتابوليزم معناها تكسير بالسي اس اف. تي اس اتش هايبوثايرويدزم هايبوثايرويدزم اسوشيتد وذ نورمال اور رابيد مينتيشن اريتابيت يعني اريتابيتاليتي، الشخص ينزعج من أبسط الشغلات يعني الشغلة كلش بسيطة ينزعج منها، restlessness ما يرتاح دائما تشوفه يعني يتحرك أو يحوص، ankle jerk هذه بالعملية تأخذونها، هذا فحص بالأكيلس تندن أكيلس ريفلكس، هاي الفحص ما تشاكوتش اللي نضرب بيه أكيلس تندن إذا تتذكروها، طبعا ما صار لكم هواي من اخذتوها، هي يعتبر اقوى تندن بالجسم كله، صار وين لي ورا بظهر القدم بالشعب. هنا لما نضربها بالشاكوش شو يسمونه تتحرك يعني يصير استجابه هيك مثل ريفلكس، هو هذا الاكيليس الاكيليس ريفلكس. Prolonged reaction time in hypothyroidism. Hypothyroidism causes loss of libido in the male with hemorrhagia in the female. فقرة نسيت أذكرها إنه الhypothyroidism بالأدلت نسميها مكسيديما، هاي بالأدلت، بالأطفال infants نسميه cretinism عذرا. هسه مكسيديما is characterized by fall in the basic basal metabolic rate. دائما حفظوا الهايبوثايرويدزم يصاحبها انخفاض بالميتابوليك ريت مال الجسم، معناها شنو يعني يعني ميتابوليزم ماكو بالجسم، يعني الجسم خامل، الخمول يصاحبه انخفاض بالحرارة لأن ما يصير يعني حركة عم ينتج لنا حرارة، لذلك يصاحبه شي يسمونه الشخص يكون بردان، تيجي يعني بعز الصيف بالحر الشخص يجيك متغطي بردان هيك كاتل البرد، ليش؟ لان ما عنده ميتابوليزم، ما يصير ميتابوليزم بالجسم مالته. ايضا weight gain hair is coarse and sparse skin is dry and yellowish، الجلد يكون شي يسمونه جاف ومصفر، كاروتينيما ما بي كاروتين، with poor tolerance to cold يبرد، الشخص بردان بعز الحر يجيك بردان، low cardiac output شو يسمونه القلب ما تمدي يطلع دم، hypoventilation التنفس ما تكون سطحي أو قليل، voice is husky and slow يتكلم بشكل بسيط بطيء عذرا، mentation slow استجابته تكون بطيئة
يعني استيعابه، ميموري سبور ذاكرته تكون يعني ما يتذكر زين، ذاكرته ضعيفة. And in some patients there are severe mental symptoms مكسيديما مادنس، يعني هاي بالحالات السيفير يصير كلش لازم كوليسترول is elevated. هسا الكريتينيزم هاي بالأطفال، هاي هايبوثايرويدزم للأطفال associated with abnormal development of the of synapses, defective myelination. هاي الهم من الأعراض. mental retardation reversible. هاي mental retardation يكون irreversible if replacement therapy is not begun soon after birth. المنتر يعني الاختلال العقلي يكون بدون رجعة أو ما له حل إذا مو الطفل أول من ولد يحلون مشكلته بال replacement therapy. Children who are hypothyroid from birth or before are called cretins. يعني cretinism. They are dwarfed and mentally retarded. يعني يكونون أقزام ومختلين عقليا. Having بس خلنا mental dwarfed. Having pot bellies with enlarged protruded tongues. لسانهم يكون ضخم وبارز، يعني طالع برا الحلق لين مضخم. Various congenital abnormalities of the hypothalamus pituitary thyroid axis. هذا المحور الثلاثي قلنا hypothalamus pituitary thyroid. Causes enlarged thyroid size goiter. Goiter هو شنو؟ تضخم مال الغدة الدرقية. لما تضخم الغدة الدرقية نسميه goiter. هذا له عدة أسباب. Can cause congenital hypothyroidism with cretinism. T4 causes placenta and unless the mother is hypothyroid, growth and development are normal until birth. When causes the placenta, when there is maternal iodine deficiency, the maternal deficiency of cretin is more severe, less responsive. شي يسمونه؟ من هذا يقول في حالة الأم عندها iodine deficiency فتكون راح الأعراض يعني راح تكون سيفير على الطفل. Hyperthyroidism اللي هي thyrotoxicosis. Hyperthyroidism هاي عكس الهايبو يعني زيادة بإفراز الغدة الدرقية. Nervousness توتر. Weight loss بكل بساطة اختصر لكم هذا الحكي كله. أعراض الهايبرثيرويدزم عكس الهايبوثيرويدزم. هناك قلنا انخفاض بالبيزك ميتابوليك ريت ويت جين. الهير كولز اند سبارز سكين دراي. الصوت اللي يسمونه المنتيشن الميموري بذني بس تجي هنا الهايبرثيرويدزم تعكسهن بكل بساطة. هايبرفاجيا هيت انتوليرانس. ليش؟ الميتابوليك ريت مالته عالي يعني جسم النشاط يعني حتى زيادة عن اللزوم، فزيادة النشاط راح تزداد الحرارة فالشخص يكون كلش محتر بالبرد ويجيك هيك يعني لابس نص ردان. increase systolic pressure شغلتين زيادة بالسيستوليك بريشر. ليش؟ لان زاد الكاردياك اوتبوت عكس الهايبو ويقلل دايستوليك result of vasodilation. سيستوليك هو الضغط العالي، دايستوليك هو الضغط الناصي. و increase in pulse pressure. pulse pressure هو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك، هذا هو اللي يخليك تحس النبض لما تخلي ايدك على تخلي يعني اصابعك على ايدك. a fine tremor of the outstretched fingers swearing and variable increment in basic metabolic rate. hyperthyroidism cause impotence in male. oligomenorrhea in the female. هسه نجي على اول الامراض. عذرا هسه نجي على اول الامراض اللي هي Graves disease also called exophthalmic goiter. هذا goiter اللي هو تضخم الغدة الدرقية مصاحبة شنو؟ exothalamus. exothalamus اللي هي العين، عين الشخص تبرز تطلع من محجرها هيجي طالع لي قدام، هي هاي Graves disease characterized by diffuse hyperplastic enlargement of the thyroid gland. هسه هاي goiter تضخم بالثيرويد جلاند نفسها. with protrusions of the eyeballs. protrusion يعني بروز الايبولز مقلات العين.
Graves disease is an autoimmune disease. شنية autoimmune يعني جهاز المناعة سببها. In which the circulating antibodies formed against the TSH receptor. يعني راح تكون شنو سبب يعني Graves disease شنو راح يصير به. Antibodies أجسام مضادة راح تتكون شنو ضد ال TSH receptor ريسبتورات مال TSH. TSH اللي ينفرز من البيتوتاري اللي موجودات على اللي هي الثايرويد. Will activate these receptors making the gland hyperactive called TSH receptor stimulating antibodies. الاندميك جويتر يعني جماعة الاندميك جويتر هذا جويتر تضخم بالغدة الدرقية بس سببه قلة باليود يعني الشخص ما دي يتناول يود. هذه اعتقد جماعة اللي يعيشون بالجبال المي اللي يشربونه يكون خالي من اليود لذلك بسبب اذا ماكو يود الغدة راح تضطر تتضخم حتى تكون بارزة بالعنق يكون يعني مبينة بعنقهم راح تتضخم على مود تستقبل اكبر كمية من اليود ممكنة على مود تتعوض عن اليود الضايع مالتها لذلك اندميك يسمون اندميك يعني حسب المنطقة هم اخذية بالاساسيات حسب المنطقة اللي عايشين بها هم هذا الجويتر. هسه وينها in the soil in the identification the usually clinical finding is one of the following اذا TSH عالي the serum level of T4 is low يعني اذا TSH عالي و T4 ناقصي و T3 normal او super normal يعني شوية فوق العالي فوق الاعتيادي هذا endemic goiter. إذا TSH عالي و T4 أنت إيش يسمونه serum level ما T4 و T4 عادي subclinical hypothyroidism هم من نفس الشيء شخص عنده من goiter. physiological goiter هاي بالpuberty يصير هذا مو سبب مرض هذا physiological goiter مو سبب مرض يعني هذا عادي مو سبب مرض بالبيوبرتي يصير increase in stress and increase in demand for T3 and T4 necessary for growth. بالبيوبرتي اللي هي سنة النمو راح يصير يعني تكون growth rate كلش عالي يعني بأعلى قدر لذلك معنى يعني شو نقول لك يعني نسبة إلها راح يزداد الافراز مال الثايرويد راح مرات يصير جويتر على مود يعطينا الثايرويد هرمونات الكافيه او يعني المطلوبه على مود يصير الجروث صحيح يوفرنا التي 3 والتي 4 المطلوبات على مود النمو المحتاجين على النمو بالبيوبرتي اللي هنا خلصنا الثايرويد ثايرويد جلاند وخلصنا المقدمة مع الجلاندز أو الهرمونز إن شاء الله محاضرة سهلة ما بيها شيء رح إن شاء الله بكل محاضرة نأخذ واحدة من الغدد وما بهن أي ما يعني شغلة صعبة إذا ما فهم المحاضرة ارجع لها مرة لوخ على راحتك تفهمها ما بيها أي شيء صعب وإن شاء الله نشوف المحاضرة الجاية مع السلامة.